بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه الطقس النهاردة هيكون شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة ورطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذ محمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي. يا اهلا بيكي. في البدايه النهارده الجو هيكون بشكل عام عامل ايه؟ احنا طبعا ما زلنا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي مع الكتل الهوائيه الشماليه المره على البحر المتوسط، فعندنا طبعا ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، ونسب الرطوبه هي العامل المهم اللي هيخلينا نحس بارتفاع قيم درجات الحراره، رغم ان احنا قيم درجات الحراره تعتبر حول المعدل الطبيعي للوقت ده من السنه او اعلى من المعدل بحوالي درجه. نسب رطوبه بتتجاوز 90 و95% في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، بتتجاوز 80 و85% في القاهره الكبرى والوجه البحري. لكن متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون خلال فتره النهار في ظل 36 درجه مئويه محسوسه نتيجه وجود نسب الرطوبه، ممكن تكون 38 ل 39 درجة مئوية. عشان كده بنقول الطقس فترة النهار بيكون طقس شديد الحرارة رطب، وخاصة في فترة الظهيرة في معظم المحافظات الداخلية من الوجه البحري للقاهرة الكبرى لمحافظات الصعيد. لكن السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط بتكون هي الأقل في قيم درجات الحرارة، وعظمى فترة النهار ما بين 31 ل 32 درجة مئوية، فبالتالي أجواءها بتكون أجواء حارة رطبة فترة النهار. هنيجي على فترة الليل إن شاء الله مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن كمان عظمة الرطوبة بتكون فترة الليل، فأجواء فترة الليل هتظل أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم المحافظات. لكن هيكون معانا كمان اليوم نشاط للرياح، هو مش هيكون سرعته عالية بالشكل الكبير، هتتراوح ما بين 30 ل 35 كيلو متر على الساعة. ده ممكن يلطف الأجواء بعض الشيء، خاصة في ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر، أو حتى كمان في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، لأن وجود نشاط للرياح يساعد بعض الشيء إن احنا نحس بنسب رطوبة أقل. كمان طبعا الشبورة المائية ما زالت ظاهرة جوية بتأثر في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر بانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي ما بتأثرش على حركة المرور لأنها شبورة مائية خفيفة سرعان ما بتختفي وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني احنا نقدر نقول مع الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية تختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. طيب، طبعا عندي استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير في المحافظات الشماليه، لكن كمان عندي عدم استقرار في الاحوال الجويه في محافظات جنوب الصعيد. يمكن احنا لليوم التاسع على التوالي بنشهد استمرار سقوط الامطار في بعض محافظات جنوب الصعيد، وتحديدا في ابو سمبل، في اسوان. هل ده طبيعي يا فندم كل وقت من السنه ان يكون في امطار في المحافظات دي؟ هو طبيعي ان يكون في امطار، يعني احنا بدانا في الخمس سنين الماضيين نعتاد على ارتفاع الحزام المداري، يمكن احنا في الفتره دي من السنه بيكون في امطار موسميه على منابع النيل، السودان واثيوبيا، وبيبقى في امطار غزيره نتيجه مرور الفاصل المداري او الحزام المداري، والفاصل المداري او الحزام المداري هي منطقه بيتقابل فيها الكتل الهوائيه الشماليه الجافه مع الكتل الهوائيه الجنوبيه الرطبة بشكل كبير عند خط الاستواء، فبيكون في سحب رعدية ممطرة بغزارة. مع فصل الصيف بيبدأ يتحرك باتجاه الشمال فبيمر على منابع النيل، وبدأنا احنا نعتاد في السنوات الأخيرة على فرص الأمطار في المناطق اللي موجودة في الحدود، المناطق الموجودة في أبو سمبل، في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. لكن السنة دي كمان نتيجة التغيرات المناخية الواضحة بشكل كبير بدأ يمتد المناطق أكثر، وبدأت كمان كميات الأمطار تزيد معايا، يعني احنا ما لم نعتاد على السيول اللي احنا شفناها خلال الايام الماضيه في فصل الصيف، فبدانا نشوف ده نتيجه التغير المناخي بشكل كبير، وكمان الامطار دي بتكون امطار رعديه ادت لتشكل بعض السيول في اسوان، في محافظه الوادي الجديد، في مناطق كمان من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر الايام الماضيه، وكمان فتره طويله احنا عندنا استمرار اليوم التاسع سقوط الامطار. طب هل الامطار دي يا فندم بتقلل شويه من حراره الجو وبتلطف الجو شويه؟ مش بالشكل الكبير، لان يمكن اللي بيساعد كمان يعني امطار ودرجات حراره مرتفعه كمان. بالظبط، احنا العظمى فتره النهار في محافظات جنوب الصعيد 42 ل 43 درجه مئويه، مع وجود نسب رطوبه ناتجه عن وجود الامطار كمان بيحسوا باكثر بقيم درجات الحراره، فيمكن ارتفاع قيم درجات الحراره في محافظات الصعيد عامل بيساعد على تطور السحب بشكل كبير وتحولها لسحب رعديه، بالاضافه كمان نسب الرطوبه العاليه القادمه مع الحزام المداري او الفاصل. تمام يا فندم.
اليوم الامطار هتستمر معانا امطار متوسطه ورعديه على مناطق من محافظه الوادي الجديد، ابو سمبل، اسوان، مناطق من حلايب، شلاتين، راس بناس، مرسى علم، وهي ايضا امطار رعديه وقد تؤدي لتشكل بعض السيول نتيجه الطبيعه الجغرافيه. وكمان عشان هي امطار رعديه بيكون معاها نشاط رياح ممكن يؤدي لاثاره الرمال والاتربه، ونشوف كمان انخفاض في الرؤيه الافقيه. تمام، كل الشكر لحضرتك الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي هنتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل. القاهره العظمى فيها 36 والصغرى 26، العاصمه الاداريه العظمى فيها 37 اما الصغرى ف 25، اسكندريه العظمى 33 والصغرى 24 اما العلمين الجديده فالعظمى فيها 32 والصغرى 24، مطروح العظمى فيها 30 والصغرى 23، دمياط 33 26، بورسعيد العظمى 33 والصغرى 27، اما الاسماعيليه فالعظمى فيها 37 والصغرى 24. هنكمل مع حضراتكم استعرضنا لدرجات الحراره في عدد من المحافظات والمدن المختلفه. في السويس العظمى 36 اما الصغرى ف 26، العريش العظمى 34 والصغرى 24، كاترين العظمى 30 والصغرى 16، طابا العظمى 38 والصغرى 26، حلايب العظمى فيها 36 والصغرى 30، شلاتين العظمى فيها 41 اما الصغرى ف 32، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، الغردقه العظمى فيها 41 اما الصغرى ف 30. هنروح الفيوم هنلاقي العظمى 38 والصغرى 26، بني سويف العظمى فيها 38 والصغرى 25، الوادي الجديد العظمى فيها 43 والصغرى 28، اسيوط العظمى فيها 40 والصغرى 26، سوهاج العظمى فيها 41 والصغرى 27، انا العظمى 43 والصغرى 28، الاقصر العظمى فيها 43 والصغرى 29، اخر حاجه اسوان العظمى فيها 44 اما الصغرى ف 30. ده كان استعراض سريع لدرجات الحراره.